السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بصراحة كنت قبل يومين أبى أطلع هنا منطقة البر، فكنا بين خليج سلمان لا بدرة بحرة لا مدري هنا لا هناك بدر، فقعدنا نتكلم على كم منطقة. ففي واحد من الشباب مشكور ما قصر، قال لي في إيش تبى تروح؟ طلب رملة، أبغى شوي يعني رملة قاسية رملة ناعمة، أبغى موية، أبغى جميع التضاريس اللي ممكن ألاقيها في مكان واحد ومكان يكون شكله حلو. قال لي مكانك عندي موجود. فالراجل ما قصر وغاوي وهاوي سيارات تويوتا للدفع الرباعي. عرفني أول شيء عن نفسك. ويا فهد، معك فهد سروجي. من وين فيك فهد؟ من وين بك حبيبي؟ ما شاء الله، كنت تقول لي عندك اف جي كروزر ومعك برادو دحين ومعلم فيها. نعم صحيح، هوايتك طعوس ورمله. صحيح، طعوس ورمله وسنا وزك سنا نعرفنا في الموازنه في الانهار وانا. طيب سؤال انا، الله يسلمك، ايش اللي كان عجبك في الاف جي؟ ايش اللي عجبك في البرادو؟ قلت لي وش رايك في السياره معنا اليوم هذه؟ والله طبعا عدلته كمان على السياره حقتك. اوكي، طبعا في البدايه سنا كانت معي سنا اف جي موديل 2008. السيارة سنا حلوة وجيدة وقوية، بس المشكلة فيها سنا الرؤية من الداخل جدا سيئة. البلايند سبوت مناطق بالضبط. ولما سنا تمشي سنا في يعني سنا في الهاي واي في الخط السريع ما بتكون يعني غير مريحة نهائيا. طبعا سنا بعد سنا اخذت البرادو، والبرادو صراحة يعني ناسبني جدا. ما شاء الله شافك معدل عليه. صحيح، سنا مركب على سنا جنوط من نوع سنا برو كومب. سنا برو ايوه. وايش اسمه ذا؟ وكفرات حجرية من شركة كوبر. ما شاء الله. وايش سنا سسبنشن كامل اي ار بي وكشاف ليد متخصصين على عربي وكشاف ليد وصندوق وسله علويه للسياره. وش ركبت لها؟ شايف الدفرنشلز تساعد زياده من عربي ولا بس اكتفيت بال؟ لا اكتفيت انا بس بالسسبنشن. بالسسبنشن نعم. سامع شكمان رياض ما شاء الله. نعم مركب نعم مركب سنا ماجنا فلو. ماجنا فلو كان صوت حلو ما شاء الله، تحسه يعني مستصح السياره. صحيح. صوت كذا يفتح النفس. بيكون سنا العربي عالي جدا. ايوه بدي اسند نشاط الماكينه. ان شاء الله حيكون لنا تجربه مع اخوي فهد على السياره البرادو. برادو لاند كروزر ان شاء الله المره الجايه، هو معدله شويه للبر كذا، فحيكون ان شاء الله لنا تجربه عليه. فهد انا عاجز عن الشكر، المنظر اليوم مره حلو والمكان مره حلو، وبصراحه صحبتك احلى واحلى. الله يخليك. الله يسلمك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. شكرا حبيبي. الله يحفظك.